بصفتي امين المال جمعيه الازدهار الاعمال الاجتماعيه والماء الصالح للشرب بدوار شرير، كنشكر قائد سيدي عبد الله وموسى والسلطه المحليه ورجال الدرك ماكي، وكنشكر جامعه القطب ولاد برحيل على هذه المبادره ديال التويزي اللي عطاونا بالدوار ديالنا على حسب الماء ديال الشرب مقرض عندنا، وعندنا البير خصنا ليه التعميق، عندنا في 150 خصنا التعميق، عندنا في هذه المنطقه الماء وصل 200 متر وكنطلعوه تقريبا واحد كيلومتر على حسب الجبل، الدوار عندنا كاين في الجبل، وهذا الشيء علاش الدوار عندنا كيعاني من هذا الماده الحيويه ديال الماء الصالح للشرب. كيف ما كتلاحظوا معنا في اطار عمليه تويزي وبالتنسيق من السلطه المحليه، كنقوموا اليوم بتزويد دوار الشرير الفوقانيه بالماء الصالح للشرب عن طريق المطفيه بصهاريج من جماعه قطب ولاد برحيل. اذا في الاول كنبغي نتقدم بالشكر الجزيل للناس ديال الجمعيه اللي ساهرين على هذه العمليه واللي ساهرين على الراحه ديال 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 الساكنه بتوفير هذه الماده الحيويه اللي كما كتعرفوا هذا الدوار هذا كيعاني بشكل كبير من الماء الصالح للشرب، بالخصوص بعد ما قمنا بحفر ما يزيد على جوج الابار وتعميق واحد البئر بدون جدوى. اذا اليوم بدينا كنفكروا في حل البديل، وهو البحث على مكان اخر مخصص للماء في الدواوير المجاوره من اجل حفر بئر لهذا سميتو. وختاما كنبغي نتقدم بالشكر الجزيل للسلطه المحليه وعلى راسها السيد عامل صاحب الجلاله على اقليم تاروجانت، والسيد رئيس الدائره والسيد قائد قياده سيدي عبد الله وموسى، وكنشكروا الساكنه على التضامن ديالها وتضافر الجلال. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.